أزمات عديدة خلال فترة حياته، سواء على نطاق الشخصي أو على نطاق أسرته أو مجتمعه أو حتى على نطاق العالم كله، زي ما عم نمر حالياً بأزمة كورونا. تعال نسأل الشارع الأردني كيف بتخطى الأزمات بحياته وكيف بيحاول يتجاوزها ونشوف شو أجوبته. اليوم عم نحكي عن تخطي الأزمات بالحياة. كيف الواحد بتجاوز أزمة؟ حضرتك لو مريت بأزمة مادية نفسية أو مثلاً زي أزمة الكورونا هلأ، كيف تتجاوزها؟ هلا كل شيء له وقاية، بدك تمشي على حسب الوضع اللي أنت فيه. ممكن هلا بكورونا تحاولي إنك يعني تعملي حماية لحالك شوي. ظروف مادية ممكن تصبر على حالك. بدي أكيف نفسي حسب الظرف، وإلا أنا إذا بدي أستنى الظرف ينتهي بجوز ينتهي عمري وأنا بنتظر عشان يتغير الوضع للطريقة اللي بدي إياها. فأنا الأفضل إني أكيف نفسي. تصرف إنه الإنسان بيقتصد مصروفه اليومي، مصروفه الشهري، بحاول إنه يقتصد. هاي من ناحية الأزمة المادية. الأزمات الثانية من شيء نفسياً صحياً واحد مرة تأقلمنا معها. كانت أزمة نفسية، هي سبحان الله، يعني بدك تلجأ أول شيء للدين وللقرآن على أساس أنه ربنا سبحانه وتعالى يحلها، لأنه الأزمة النفسية حاصلة الآن في كل أنحاء العالم وخاصة في بلدنا الحبيب. ممكن تلجأ لطبيب نفسي؟ والله إذا كانت الأزمة يعني مستفحلة في الواحد لازم يلجأ، لأنه الطبيب النفسي مش غلط أنه الواحد يروح له أو يستشيره أو كذا. يعني بحاول أني أطلع منها، مثلا برع بعمل أشياء بحبها، بقضي وقت أكثر مع العيلة، بطلع بعمل أشياء كتير بحبها، بقرأ، بروح على مكان حلو أرتاح نفسياً فيه، بحكي مع أشخاص بحبهم برتاح لهم. بده الواحد يكون صبور ويصبر، وربنا إن شاء الله ربي يعوضه خير إن شاء الله. الواحد لازم يكون عارف إنه مش لحاله يمر بأزمات، كل الناس بتمر بأزمات، فزي ما في يوم حلو في يوم صعب، فالأزمات بتمر يعني بالدعاء بالسعي بإنك ضل تسعى بحياتك. بلجأ لربي أول إشي، والنعمة هي أول شغلة. ثاني إشي بحاول إنه أطلب مساعدة من حوالي، من الناس اللي بعرفهم، ويعني أبذل أقصى مجهودي إنه مساعدة جيراني أصحابي بس. في أشخاص بقول لك بتكيف مع الظرف، تعتبر التكيف خاصية جيدة لما الواحد يمر بأزمة ولا يعتبر استسلام برأيك؟ لا، استسلام ما بستسلم لوضع معين، بحاول اني انا اخرج منه، اما يعني بدك تحاولي انت. في ناس مثلا بقول لك بتكيف مع الوضع، في ناس بتقول لك لا ما بتكيف لانه التكيف استسلام، انت بتحسي انه ممكن تتكيفي مع الظرف لو كان صعب ولا بتضلك تحاربيه؟ هو التكيف يعني إشي منيح ونفس إشي مش منيح، بس هلا لازم تواجهي، يعني لازم تتحدي حالك وتتخلصي من هذا الموضوع. لا، هو التكيف الواحد ما يتكيفش على شيء يكون هو حاطط منه من معنوياته وهيك، لازم يكون الواحد يكون بصل نظرة قدام شوية مستقبلية. يعني حس في مرأة في يعني التكيف ما بيجي بالمرحلة الأولى، أكيد بدك تسعى وتحاول، في حال إنه خلص صار ظرف وراهن بالضبط اضطر تتكيف معه. لا، هلا حاليا الإنسان إنه برضى باللي إشي اللي منكتب عليه، يعني شغلة مثلا خلينا نقول هلا الأزمة اللي إحنا بنمر فيها إجباري بدي أضطر أتكيف، سواء مراحة وظيفتي، شغلي، راتبي، معيشتي، دخلي كامل، إجباري بدي أتكيف من الوضع اللي أنا فيه، مش استسلام. ما بين التكيف مع الظرف الراهن وما بين محاربة الأزمة لآخر لحظة كانت أجوبة الشارع الأردني. في اللي قال إنه التكيف هو أفضل طريقة لمواجهة الأزمات، وفي اللي شاف إنه نوع من أنواع الاستسلام وبفضل يضل يحاول ليغير ظرفه. يا رب أبو نعمة لبرنامج دنيا دنيا.